قبائل العبدية تعلن النفير العام للمواجهة التحالف. نشاهد التفاصيل. أعلنت قبائل مديرية العبدية بمحافظة مأرب الخميس النفير العام لمواجهة التحالف وفصائله. جاء ذلك خلال لقاء موسع لقبائل المديرية للتأكيد على وقوفها إلى جانب قوات صنعاء. وخلال اللقاء أكد مدير مديرية العبدية الشيخ أحمد الثابتي أن أبناء المديرية جميعهم يقفون في مواجهة التحالف وأدواته، موضحا أنهم لن ينخدعوا مرة أخرى في صف أعداء الوطن بل سيواجهونهم بكل قوة. وجددت قبائل العبدية دعوتها للمنخرطين في صفوف التحالف السعودي للعودة إلى منازلهم، معلنة النفير العام والتوجه إلى جبهات القتال لمواجهة الغزاة كتفا بكتف مع قوات صنعاء وقبائل اليمن.